يوم حصلت الحرب مع إسرائيل كان عندنا آخر امتحان رياضيات، وكان دكتور الامتحان يراقبنا، فوجدنا من حولنا ناس كثيرين يركضون، الطلبة والدكاترة. فاستغربنا أثناء الامتحان، ولكن الدكتور منعهم أن يخبرونا بهجوم إسرائيل على القدس. فاستمرنا في الامتحان، والدكتور أخذ الأوراق من هون، أخذ منا الأوراق من هون، وبدأنا نراكض مع اللي بيراكضوا، وسألنا ماذا حصل، قالوا هجمة إسرائيل على فلسطين. فأخذنا نتراكض، شيء منا إلى الوسط وشيء منا إلى الداخلي. ثم ذهبنا إلى الداخلي، وبدأت أنا أحضر بشنتي للعودة إلى عند أهلي، ولكن ما فوجئنا بالناس بتخبرنا أنه خلص أغلقت الطريق بين فلسطين وبين كل البلدان. فطبعا قنعنا بالأمر الواقع، وبدأت دموعنا تتساهل تتساقط على وجهنا، والتمينا مع بعض في الطابق السفلي اللي هو مطعم الداخلي. من شيء يبكي وشيء يأكل، ناس تأكل وناس تبكي، وناس فوجئت بالموقف، إلى أن وجدنا طريق إنه نوصل إلى عمان. فأقمت عند دار عمي عبد الغني فترة طويلة، لحين ما استطاعوا أهلي أو أهلي قرروا أنهم يخرجوا من القدس، وكانت لسه الأمور غير مضبوطة بالنسبة للخروج والدخول. فحمل والدي كيس من الكتب لأنني كنت أحب الدراسة، وقطع بها النهر. أما أنا فقد صبرت عند دار عمي إلى أن وصلوا أهلي من القدس، كانوا نازحين، يعني يسموهم نازحين. وهناك أنا أول ما تخرجت تعينت من قبل التربية والتعليم، لأنني كنت بعثة دراسية في دمشق، واستأجرنا بيت أنا وأهلي، وعشنا فيه إلى أن استقرينا في عمان، واستأجرنا بيت وعشنا يعني. وسيدي إيش ترك بالقدس؟ وقد ترك والدي أرض كان قد شراها، وكذلك ترك دكانه وترك بيته، وخرجنا وخرجوا أهلي نازحين إلى عمان.